العوافي متخزون عم نطلع بوقت مؤخر، بس لأنه خطورة الوضع بلبنان هلا وهالفتنة اللي عم بتطل براسه بموضوع اختطاف أو ما يسمى باختطاف، بعد لهلا ما تأكدنا من الأجهزة الأمنية هل اختطف، وعم يطلع كتير إشاعات وأكاذيب. ساعة بتقول لقي وجدته لمنسق قضاء جبال بالقوات اللبنانية بالسيارة، ساعة بيقولوا تليفونه لقوه بمطرح معين، ولكن يتبين الأمر أن هناك فتنة ما تطل برأسها على الشارع اللبناني، خاصة لتعكير الجو بين الشيعة والمسيحيين بشكل محدد، خاصة أنه نحن هلأ عم نعيش تهديدات إسرائيلية بالهجوم الشامل والكامل على لبنان وبزيادة الاعتداءات عليه، خاصة من بعد تفجير مقر القنصلية الإيرانية بدمشق ومحاولات الرد على هذا الموضوع، على هذا التفجير بطريقة انتقامية على الاستشهاد أو التفجير اللي صار بالشام. فإذا بظل هذه الأجواء المحقونة على المستوى الإقليمي منلاقي الفتنة بلبنان عم بتطل براسها. هون بدنا ندعي الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذا الحادث بأسرع وقت ممكن، مش بس تسرع، بالسرعة المطلوبة لمنع أي أحد من الاصطياد بالماء العكر، ولمنع أي أحد يكون قد تلقى الأوامر من إسرائيل أو من غير إسرائيل من أجل إشعال الفتنة بالواقع بالداخل اللبناني. وهيدا الشيء لازم يتوقف، لأنه شفنا محاولات الفتنة، عم نستذكر نرجع قصة عيراني رمزي عيراني، وعم نستذكر قصة مجزرة الطيونة وكيف اتطمطمت هيدي الأمور، ولكن بالتقريش الفعلي ما هي إلا محاولة لإثارة الفتنة بين مكونات الشعب اللبناني تنفيذا لمخططات خارجية. ما بشوفها غير هيك، لأنه شو هال المصادفة هيدي إنه ينخطف منسق القوات وبيكون بمجلس عزاء وسوف يتهم إجباري طرف محدد بهيدي المنطقة نتيجة الكم الهائل من دس وبخ السموم داخل المجتمع اللبناني وداخل المجتمع الخاص بمنطقة مستيتا وهالضيعة المجاورة، لأنها منطقة مختلطة بين الشيعة والمسيحيين. على هيدا الأساس عم أكيد لازم ننبه على موضوع الفتنة، وأكيد لازم ندعي لحتى يرجع منسق القوات بقضاء جبال لعائلته، وان شاء الله ما يصيبوا اي مكروه، لانه من خارج السياق ان نتهم طرف بهذا الموضوع، لانه هيدا اتهام هبل، اتهام فتنوي. ليش؟ لانه اكيد اصابع الاتهام بدها تروح على طرف محدد وبده يصيروا يستثمروا بهذا الموضوع، والدليل من هالمؤامره الخارجيه اللي عم تنعمل من اجل ضرب التماسك الداخلي فيما يتعلق بموضوع الحرب القائمه، ان كان بغزه ولا بجنوب لبنان ولا بالحرب اللي عم بتأشر الى حدوثها على المنطقه على المستوى الاقليمي، هو يجوز ان يكون الاستعاده عنا بفتنه داخليه لحتى يتم الهاء الوضع، وحتى يصير في يعني فتنه بين حزب الله والمقاومه وبين المكون الاخر المكون المسيحي بالمنطقه، على امل القيادات المسيحيه أن لا تسمح بالانجرار نحو الفتنة لحتى ما نوصل للأسوأ. وهيدا نذير شؤم هذه الحوادث. عن جد بنرجع نستذكر قصة رمزي عيراني ويلي ما انكشفت ملابساتها لغاية هذا التاريخ، يلي صارت بفتكر بسنة 2000 بعده لهلا ما انكشفت ملابساتها، ومثل ما طمطمت مجزرة الطيونة ويلي كان في فتنة من أجل إحداث شرخ داخلي ضمن البيئة اللبنانية، هلا كمان من فترة كم يوم شفنا قصة مفبركة برماش كمان كانت تهدف إلى زعزعة الوضع بين المسيحيين والشيعة، نظرا لطبيعة المنطقة بجنوب على الشريط الحدودي بين المسيحيين والشيعة، وهلأ عم بينقوا منطقة كمان مختلطة مثل جبال ومثل منطقة جبال ومنطقة هالمنطقة مثل ليسا وهالضيعة المجاورة لحتى يخلقوا فتنة بين الشيعة والمسيحيين. وهون دورنا يكون واعي، دورنا يكون في حكمة لحتى ما خلي حدا ينجر لهذا الموضوع. لهالسبب يجب على وزير الداخلية ويجب على الأجهزة الأمنية بكل مشاربها ومغاربها أن تقوم بالواجب عليها بأسرع وقت ممكن لعدم يعني تقريش هذا الموضوع، لعدم الابتزاز بهذا الموضوع من قبل أطراف معنية بهيدي القصة نتيجة تولي على طول زمام أخذ الأمور
إلى الفتنة بين المسيحيين والمسلمين وبين المسيحيين والشيعة بشكل خاص، لأنه ما بقى فينا نتحمل، ما بقى فينا بقى نعيش هذه الفترة اللي كانت قبل 75. نفس المعطيات اللي كانت بال 75 كمان عم تتجدد بسنة 2024، خاصة المعلومات التي تداولت من فترة عدة أيام بتورط بعض النازحين السوريين بعمليات التجسس لصالح العدو الإسرائيلي، ولما ما عم تزبط هذه الأمور عم بيحاولوا ينقلوا ولا مطرح تاني، وهي الفتنة السنية الشيعية. حرام ننقاد وراء هذه المهاترات، وراء هذه الإشاعات. كل شوي هلأ عم نسمع خبرية ومحاولات تصعيد الجو ونزول سمير جعجع حقه كرئيس حزب يسأل عن منسق عنده، ما حدا عم بينكر له إياها، ولكن يجب عدم التفوه بأي هيك ردة فعل كلامية تؤدي إلى تأجيج الوضع أكثر، وبالتالي بتؤدي إلى تأجيج الوضع على المستوى المحلي بقضاء جبال، نظرا للتركيبة تركيبة هذا القضاء بين الشيعة والمسيحيين. نتمنى على الأجهزة الأمنية مجددا تقوم بواجباتها بأسرع وقت ممكن، وعدم التلكؤ بهذا الموضوع كي لا نصل إلى المحذور، وكي لا نعيش هذه الأجواء اللي كنا عم نعيشها قبل 75. لأنه اللجوء الفلسطيني هذا العامل الذي أدى إلى تفجير الوضع بلبنان هو كان لإراحة الكيان الإسرائيلي، كمان هيدا الموضوع هلأ بوجود وبخلق شرخ أو فتنة بين المسيحيين والشيعة للدلالة على المقاومة وللدلالة على الحزب وللدلالة على الشيعة بموضوع اختطاف منسق القوات بقضاء جبال أو مقتله لا سمح الله، ونتمنى 100 مرة أنه ربنا يرجع بالسلام لعائلته ولا محيطه ولا بيئته، وحتى يضل كمان الصوت العاقل هو المرجح بضمن هذه المحنة هيدي. نتأمل ونتمنى أنه تنفض هذه القصة على السريع، وإن شاء الله ما يكون صاير له شيء، وإن شاء الله ما يكون صاير له مكروه، وفي حال صاير هالشيء نتمنى أنه التحقيقات تصل إلى كشف ملابسات هذه القضية، ونتمنى على القضاء النايم أنه يوقف ويوقع على حاله ويستثمر كل مجهوده هلأ لكشف هذه الملابسات لحتى ما يخش من خلالها لإيجاد هذا الشرخ وهذه الفتنة. ومن غير الصوت العاقل اللي نحن منجزده لحتى ما يصير أي فتنة، مندعي كمان الأطراف الثانية كمان على مواقع التواصل الاجتماعي ما ينجروا لهذه الفتنة وما يطوروها للأمور أكثر. إن شاء الله بتنتهي بخواتيم سعيدة، وإن شاء الله الكل يتعظ إنه لبنان ما بيحمل أي فتنة، ولبنان ما بقبلنا نرجع لمرحلة الحرب الداخلية اللي عشناها اعتبارا من 1975، لأنه كل الظروف وكل الفرص مؤاتية إلى تمرير هذه الفتنة من أجل إراحة العدو الإسرائيلي. وصدقوني هذه المواضيع ما بتصير إلا بمنطقتنا من أجل إراحة العدو الإسرائيلي، لأنه كل المشاريع التي تحاول إلى ضرب المكونات وضرب الردع والتوازن المخلوق مع العدو الإسرائيلي بيقدروا يخشوا فيه من هذا المنطلق. وبعدين في استحقاقات كبيرة مثل استحقاقات تطير هذه المنظومة، وكلنا كمان بنعرف، ما بدي كبر الحجرة، ولكن كمان الملفات التي قدمت بحق رئيس الحكومة لتصريف الأعمال نجيب مئاتي ممكن كمان عم بيعملوا هذا الجو من أجل حرف الأنظار عنا لحتى يثبتوا وجود هذه المنظومة، ولحتى ما تصير الانتقادات موجهة والتركيز موجه على نجيب ميقاتي وعلى الأفعال التي وصلت إلى مواصيل الجرم. فهذه فتنة يا شباب وصبايا، إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن على مستوى المسؤولين. وأنا بحيي نايب سيمو أبي رميا يلي قام بعمل مجهود حلو كتير انه يوقد هذا الموضوع. ليش؟ لانه الفتنة ستؤدي والهمروجة والاشاعات ستؤدي ايضا الى اتهام التيار الوطني الحر واتهام المسؤولين بالتيار الوطني الحر بتغطية هكذا موضوع، لانه بده يصيروا يتهموا حلف المقاومة، وحتى لو ما كان الواحد متحالف مع المقاومة بدهم يتهموا، لانه هذا الاتهام هو رجس من اعمال الشيطان فاجتنبوه، والإشاعة هي رجس من أعمال الشيطان ويجب اجتنابها لحتى ما نوصل على المحظور. ما بكفينا الأزمة الاقتصادية والمالية، ما بكفينا شقة وتعب بعض اللبنانيين والشعوب اللبنانية من وراء
ايدها هي من وراها كمان بدنا نضلنا مستمرين يعني الانزلاق وراء هذه الفتن يلي بينبسطوا فيها بعض الزعماء للأسف، لأنه ما بيبينوا إلا بوقت الفتنة، بوقت السلم هولي ما بيبينوا، بوقت السلم وبوقت التسويات بتلاقيهم راحوا فرق عملي. فهودي بيحبوا طفيليين بمصوا الدم لحتى يضلوا عايشين. فبالتالي نتمنى على أخواتنا الشيعة وعلى أخواتنا المسيحيين بمنطقة جبيل وبمنطقة لبنان ككل والمناطق المختلطة ما ينجروا لهيدي الفتنة، ونتمنى على الشباب والصبايا من كل الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي ما يزيدوها وما يزيدوا بالطين بلة، لأنه الموضوع خطير جدا، وهذه المؤامرات يجب أن نواجهها بالعقل وبالحكمة وبالمنطق السليم وليس بالاستفزاز وبالابتزاز وباللعب على هذا الوتر. على أمل برجع بعيد وبكرر أن تقوم الأجهزة الأمنية بشكل سريع جدا بإنهاء هذا الموضوع وكشف ملابساته وكشف مصير منسق باسكال سليمان منسق القوات بمنطقة جبيل لعدم اللعب بهذه الفتنة. وغبي من يتهم المقاومة بهذا الموضوع، لأنه من يعني معلش الطفل الولد الصغير بيعرف أنه إذا بده يصير هيك عملية ما راح تصير بمنطقة مختلطة وتروح توجيه الأصابع الاتهام على المقاومة، بغض النظر عن خلافنا السياسي مع المقاومة فيما يتعلق بالسياسة الداخلية. نحن أمام مفترق خطير جدا يحضره العدو الإسرائيلي وكل من يتربص بهذا الوطن ومكوناته لحتى يضربوا مقوماته ويضربوا هذا التوازن الموجود مع العدو الإسرائيلي. وهيدا الكلام مش للشعر، هيدا الكلام مش لتبييض الطناجر. لا نستطيع أن نتحمل ثمن الفتنة في لبنان، لأننا كلنا رح نزول، ما رح يعني ما حدا فيه على راسه خيمة إلا من هم بموقع بيحسوا حالهم مسؤولية ولكن يستثمرون بهذا الدم وبهذه الفتنة من أجل الاصطياد بالماء العكر ومن أجل ضرب كل المقومات يلي على أساسها تؤدي إلى إراحة العدو الإسرائيلي. نتمنى على قيادة المقاومة أن تصدر بيان شديد اللهجة بهذا الموضوع، وكأيضا على الرئيس بري يلي بغض النظر عن خلافنا السياسي معه وخلافنا الدستوري والتشريعي أن يقوم أيضا بوعد هذه الفتنة، لأن هذه الفتنة سوف تضر بالجميع وسوف لن تبقي حجر على حجر. ما تعلمنا من الماضي، ما تعلمنا من 1975، ما تعلمنا من اتفاق القاهرة، ما تعلمنا من مجزرة الطيونة، ما تعلمنا من قتل الشيخ بشمال، ما تعلمنا من خلدة، ما تعلمنا من رميش. ما حدا ينجر للفتنة يا شباب وصبايا. حرام علينا نضيع هذا الوطن وحرام علينا نضيع البوصلة. يا مشان هيك نحن بضل هجومنا على هذه المنظومة، لأن عوامل إبقاء هذه المنظومة هي مثل هلأ عم بيصير هيدي الفتنة المتنقلة كي يغض الطرف عن وجود هذه المنظومة. كفى، خلينا نتوحد وخلينا ما ننجر لهيدي الإشاعات، وإذا لا سمح الله صار له شيء هالمنسي الله يرده لعائلته بكل سلامة، وإن شاء الله ما بيصيبوا أي مكروه، وإن شاء الله ما بيصير له شيء. بس كمان في حال لا سمح الله صار معه شيء، لأنه حوادث مثل هيدي عم تنتهي بشكل مأساوي، ألا تستثمر ويلعب على نار الفتنة لتأجيج الوضع ولا نبش فتنة مصطنعة بين الشيعة والمسيحيين، لأنه بالآخر نحن لبنانية ولكفينا والله العظيم كفينا، ما بقى فينا نحمل، بكفي الأمور اللي عم نمرق فيها، بكفي الأزمات وبكفي التشحار والتعتير عند اللبناني، بيكفي. ما تنجروا دخيلكم، ما تنجروا، لأنه الانجرار إلى هذه الفتنة سيؤدي إلى تطيير كل شيء ورح يؤدي لأنهاء هذا الوطن اللي منشوف حالنا فيه واللي منشوف كلنا سوا. هذا وطننا، هذا بلدنا، وبالنتيجة يعني كل المكونات اللبنانية بغض النظر عن السياسة، ما عم بحكي عن السياسة هون، ما بدنا نحكي لا بالخلافات السياسية ولا بشيء، نحن هيدا وطننا وهيدا بلدنا. إذا نحن كشعب موعينا على مستقبلنا وعلى حضرنا، موعينا إنه نحن مش لازم ننجر للفتنة، رح نغرق بحمام دم وما بقى قادرين. حرام حرام حرام، وكل الأمور قابلة إنها تنحل. فرجاءا على وزير الداخلية بغض النظر عن موقفنا السياسي منك ومن حكومة البلا شئمة نجيب مئاتي،
أن نقوم بوقت هذه الفتنة بوقتها نهائيا ودفنها نهائيا. وشو ما كانت النتيجة لاختطاف المنسق باسكال سليمان بالقوات اللبنانية يجب أن لا نجرب. شو ما كانت النتائج يا شباب وصبايا، حرام علينا نجرب. وبإذن الله ما بيصير فتنة، وبإذن الله ما مننجر لحرب طاحنة داخلية، لأنه ما رح تأثر إلا على الشعب المعطر والمشحر. بينما المسؤولين والزعماء هودي اللي بهذه المنظومة ما رح تفرق معهم، لأنه بيعيشوا على الدم وبيعيشوا على الفتنة. الله يفرج أمره ويرجعه بسلامة لعائلته لحتى نخلص من هالفتنة اللي عم بتطل بقرونا كل فترة. مش من زمان، كم يوم كان عم بنحاول استثمار فتنة في رمايش من أجل تسعير الخلاف وتصوير الخلاف بلبنان على أنه طائفي وديني ومذهبي، وهو منه هيك، لأنه كل العالم بتكوينه منيحة بلبنان. فحرام علينا شو عم بيصير. نتمنى على سمير جعجع ما يستثمر بهذا الموضوع، في حال صار في شيء للمنسق لا سمح الله ما يستثمر فيه، وما يعملوا عملية انه الشيعة بدهم يقصونا والمسيحية بده يقصوا مدري مين والسنة بده يقصوا مدري مين. لا، القصة منا هيك، القصة منا هيك. نتمنى على سمير جعجع بالرغم انه التمني منه هيدا ما بينفع، ولكن بركي ربنا السلام على اسمه فتح له بصيرته وبصره ما يستثمر بهذا الموضوع، في حال كانت النتيجة مأساوية بموضوع هذا المنسق. الله يرده بالسلامة. وما تخزونا، طولنا عليكم، ما كنا لازم نطلع بهذا الوقت، بس موضوع مثل هيدا ما بيمر، مش لازم يمرق، مش لازم نسمح له يمرق نهائيا، لأنه أصابع الاتهام دغري بدها تروح على طرف محدد، وهيدا الشيء اللي بدها إياه الفتنة. فخلونا ما خلونا نقطع دابر هذه الفتنة، وما نساعد أعداء لبنان من العدو الإسرائيلي وكل من يضمر الشرور للبنان أنه يتنفذ لهم رغباتهم. وبالآخر نتمنى على الأجهزة الأمنية كشف ملابسات هذه القضية بالسرعة اللازمة وبالحسم اللازم، ونتمنى على سمير جعجع ما يلعب بالوتر الطائفي والمذهبي وما يلعب على وتر الفتنة، لأنه بالتسويات الكبرى بيروحوا مثل ما راح بال94، ما تلعب فيها هيدي الشغلة. نتمنى عليك، وإن شاء الله على أمل بكرة الصبح يكون أو بهالليلة يرجع لعائلته خينا وحبيب قلبنا، يعني لو ما بنعرفه ما بنتمنى الأذية لحدا، بنتمنى إنه يتم الإفراج عنه وعودته لعائلته سالم. وما توخزوني، تصبحوا على ألف خير، وإن شاء الله منوعة على خير.